حل علمي غير جراحة. في حلول علمية في أوزان تانية زي الجيم والرياضة وإلى آخره، تمام، لكن في وزن معين الجراحة. الجراحة هنا في أسئلة تحيط بها كثيرة، هيكون ده محورها النهاردة مع ضيفي العزيز، واحد من الأسماء اللامعة في عالم جراحة السمنة الحيوي وبيرن بأسلوبه العلمي الرائع جدا كأكاديمي محترف بلا شك. وطبعا أكيد بنستمتع بالاستماع إلى قصصه العلمية المنبثقة عن عمل جماعي، عمل جد جدا، عمل كاد جدا، وفي الكثير من الأخذ بالأسباب اللي هي ملخصها التكنولوجيا المتقدمة والعوامل المساعدة التي تكفل في النهاية إلى عملية جراحية ناجحة للغاية. القيمة العلمية المتميزة والاسم اللامع الأستاذ الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس والمدير لوحدة جراحات السمنة بمستشفى وادي النيل وزميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا وعضو كلية الجراحين الأمريكية والحاصل على أعلى تصنيف جودة دولي في جراحات السمنة الـ SRC. منورني يا دكتور كريم، سعيد جدا. أهلا وسهلا. طبعا أنا عارف إنه ده رمز الـ SRC، صح كده؟ الايجيبشن سوسايتي SRC كان البادج اللي فات. ماشي، دي انت حريص على انك تعرف ايه SRC ده. SRC هي يعني دي مؤسسه امريكيه بتقوم على تقييم معايير الجوده في مراكز السمنه، ويمكن فيها تخصصات تانية مختلفه، يعني انصح كل التخصصات ان هي تحصل على الاكريديتيشن ده وتكون يعني شغلها طبقا للمعايير الدوليه اللي هي المنصوح بيها دوليا. SRC هي مؤسسه قائمه على ان هي تطبق كل معايير الجوده في مجال جراحات السمنه. بيقيموا التيم اللي هو ده تيم متكامل في يعني تغذيه علاجيه، في علاج طبيعي، في التخصصات اللي هي المتكامله لاجراء السمنه او اجراء جراحات السمنه. حتى التمريض بيشوف يعني المؤهلات بتاعته، طريقه تعامله مع العيان، وبيقيمه ده عمليا. بيشوف تجهيزات اوض العمليات اللي تجرى فيها الجراحه، هل الترابيزات دي يعني مؤهله للاجراء ولا لا. على سبيل المثال انت بتشتغل بادويه ايه في البنك، تقييم دكتور التخدير نفسه هل هو مدرب على اجراء جراحات السمنه ولا مش مدرب، ولا هو يعني من الناس اللي هي الهاويه يعني للجراحه. في كمان انت جراحيا انت بقى بتحضر العيان بايه، ايه الفحوصات اللي بتطلبها من العيان، هل هي طبقا للمقاييس الدوليه ولا لا المنصوح بيها دوليا. بتدي ايه للعيان انت كجراح، يعني بتدي له ايه تعليمات ما بعد العمليه. العيان بيبقى عندك كام ساعه في المستشفى، بتمشي كمتابعه كل قد ايه، كل اسبوعين ولا كل شهر، ولا بتدي متابعات لمده 6 شهور ولا كل سنه ولا بعدين. يعني طبعا دي تقييم كامل لمنظومة العمل ومنظومة الإجراء الذي يجرى العيان، زي نظام الجودة في أي مؤسسة ثانية، أو يمكن في المصانع، في المستشفيات، في الحاجات. إحنا لنا برضو تصنيف جودة دولي اسمه SRC. دي مؤسسة أمريكية تقوم على التقييم، وأنصح كل التخصصات على فكرة في مجالات مش بس السمنة، إنه في النساء، في الجراحات الأخرى، في يعني يمكن مسالك أو أي تخصص، هو يعني أنصحهم بيه إن هم ياخدوا الأكريديتيشن ده. دي حاجة تقييم دولي، ويخلي فعلا احنا كلما زادت عدد الشهادات عندنا في مصر هي تبقى يعني احنا نبقى ريفيرال للناس الثانية، لأن العيان الأجنبي بيبقى عايز يعني مركز اكريديتد او مركز حاصل على الجوده، يعني اللي هو بيطبق الحاجات اللي بتحصل في كل اي مكان في العالم. هو هل دي مطبقه عندك ولا لا؟ اذا كانت مطبقه هو ليه لا يجي عندك هنا. وبالعكس ده مصر هي مقصد لكل دول العالم بما فيها من اماكن سياحيه مميزه، من خدمه طبيه قد تكون منافسه شويه للاسعار العالميه، خصوصا في مجال جراحات السمنه. يمكن تغيير العملات او الحاجات طبعا او فرق يعني الحاجات الاقتصاديه عندنا ارخص شويه من اماكن بره. فاذا كان هناك يعني يمكن تقييم دولي، مراكز معتمده، اماكن امنه، بلد امن، اماكن سياحيه عاليه، اسعار قليله، احنا يمكن يعني مقصد لكل دول العالم، وخصوصا الدول الخليجيه وكل الاماكن يعني الجوار، يعني بتقصد مصر لما فيها من مقومات يعني طبيه كويسه. لو بدأنا حوارنا النهاردة بمنطقة المريض الشاب الصغير اللي كبر بسمنة وسكر، ما هو عنده الاثنين،
وده بقى موجود كتير، يعني بيجي لك حالات كتيره عندها 25 26 30 سنه وعنده سمنه سكر، سكر من النوع الثاني مثلا، حتى من النوع الاول عنده سمنه. فبيكون جاي لك بمرضين وجاي بتخوفين، تخوف السمنه بكل مشاكلها، وجاي لك بتخوفات السكر الثابته اللي هي في الثقافه بتاعتنا. كيف تتعامل مع هذا النوع من المرضى، وما هو اختيار العمليه الانسب له؟ هي بتبقى دايلما كبيره جدا ومحتاجه تقييم كويس، لانه احيانا بيبقى يعني محظوظ لو عنده سمنه، وغير محظوظ وبخلي الواحد فعلا قلبه متقطع عشانه، لانه بيبقى الطفل الصغير اللي هو مولود بالسكر ويعني ما عندوش وزن اصلا، نحيف، ما عندناش حل للاسف يعني يكون يعني مفيد بالنسبه له، لان النحافه تعني ان انت ما مالكش حلول يعني جراحيه. اذا كان هناك وزن زايد يبقى انت عندك حل من اثنين، يا اما تكون سكر من النوع الثاني، وهنقيم ده بقى بالسي بيبتايد والفاستنج انسولين ليفل والهوما والانتيجاد، كل الحاجات اللي بتتعمل لتقييم المريض. انت نوع ثاني هتبقى من اكثر الناس حظا، لان انت هتخلص من السمنه وهتخلص من السكر في عمليه واحده بس اللي هي تحويل المسار. طيب انت بقى لو شاب صغير وعندك وزن زايد وسكرك من النوع الاول، ما تيأس، عادي خالص، هتنزل وزنك وسكرك هيتحسن لكن مش هيروح. يعني اذا لو كان نصيبك ان انت يعني زي معظم الناس اللي هي عندها سمنه مفرطه، ودول اكتر من 80-90% من فضل ربنا يمكن على البشريه، ان السكر من النوع الثاني هو الاكثر انتشارا في العالم، مش عندنا في مصر بس، يمكن في العالم هو الاكثر انتشارا، واكتر الناس فيهم بنسبه 80-90% بيبقى عندهم سمنه مفرطه، فانت اكثر الناس حظا، هتنزل وزنك وتعالج السكر تماما. ودي نصيحه لكل الناس المصابه بالسكر، لو عندك شويه وزن نزل وزنك. وعلى فكره يمكن الإفسو من اخر يمكن من 3 سنين قال ان الناس اللي هي مش لازم كتله جسمها يبقى في معدل 35 عنده سكر، ممكن يبتدي من 30 و32 في بعض الاماكن، ممكن يبتدي يعمل يعني انت ممكن 20 كيلو زياده فوق الوزن الطبيعي. اقسم وزنك على طولك مرتين، لو كسر ال 30 وعندك سكر غير منتظم، دي توصيات الإفسو، اعمل العمليه لعلاج السكر، ميتابوليك سيرجري، او عمليه هدفها هو علاج السكر، وهنزل شويه الوزن زايدين. طيب اقل من كده يعني مش هتبقى مستفيد قوي، ربما العمليه تحسن لك السكر بس هتنحف قوي، يعني اقل من الوزن ده هتلاقي برضو في نحافه ازيد، بالرغم ان السكر هيتظبط لان هي نفس الطريقه اللي هتشتغل. فانا انصح طبعا الشباب او حتى الناس الكبيره اللي عندهم وزن وعندهم سكر من النوع الثاني، اعمل عمليه، ما تفكرش، اعمل عمليه. انقاصا للوزن هيقلل مناعه الانسولين، استبعاد الجزء من الامعاء في عمليه تحويل المسار بيقلل 70% من امتصاص السكريات والدهون، الاتزان الهرموني كله بيتغير في صالح المريض. طيب لو انت بقى عندك سكر من النوع الاول، هيبقى عندك حل من اثنين، حاجه من اثنين. في معظم الناس اللي عندهم سكر من النوع الاول عندهم نحافه ما بينفعهمش، ودول نسبه اصلا قليله من الناس المصابه بالسكر، 5-10% يعني، هو الناس المصابه بالسكر من النوع الاول اصلا قليلين، ودول هيبقى يعني نسبتهم قليله. فلو عندك وزن يبقى انت محظوظ، هتستفيد ان شاء الله، بس السكر مش هيروح خالص، هتقلل جرعات الانسولين تماما، وتلاقي حتى الجرعات المخيفه اللي انت تاخدها قبل الوجبات، لو نسيت وجبه يعني سكر مش تلاقي نفسك مضطرب، مش تعبان يعني، هتلاقي الجرعات قلت لنسب قليله جدا، وتلاقي السكر الهاسل بقى بتاعه وبتاع الكلى وبتاع الشبكيه والاطراف والاعصاب، هتلاقي كل الحاجات دي ابتدت تتهزم بصوره طبيه مظبوطه. ارجو يعني ان انا اكون لميت الموضوع الكبير ده في جمل صغيره، لو في اسئله يعني الموضوع ده انا احب يعني ان انا اوضح للناس كل الحاجات اللي تتعلق بيه، ولكن نصيحه ان الناس المصابه بالسمنه المفرطه، عندك شويه وزن زياده ما تتاخرش، اعمل عمليه تحويل مسار. المعلومه الاخيره بس عايز اقول يمكن تكون مفيده، مش كل الناس لازم تعمل تحويل مسار لعلاج السكر، مش لازم، يعني انت لو عندك سكر من النوع الثاني وعندك وزن ممكن تعمل تكميم عادي خالص، ما فيش مشكله، هو من ضمن العمليات اللي هي من ضمن الميتابوليك سيرجي او عمليات علاج السكر، بس بشروط يكون سكرك يعني ماشي على اقراص او جرعات انسولين قليله، يكون سكر يعني في حدود ال5 سنين، يكون لسه المضاعفات ما حصلتش يعني شبكيه، هتنزل وزنك وهتعالج السكر ومش لازم تعمل تحويل مسار. اذا كان الامور اسوا من كده ممكن تعمل بقى تحويل مسار، هي اشد وافضل يعني من تكميم المعده في الناس اللي هم المتقدمين في العلاجات، المتقدمين في المضاعفات، المتقدمين في السن يعني اللي حصل لهم مضاعفات من السكر. السؤال، التحويل المسار كعمليه ده سؤال علمي كمان، كيف تقيمها
ايه اكتر الحاجات اللي انت ملاحظ انه الناس لازم تاخد بالها منها في اجراء اثناء اجراء العمليه؟ انا بتكلم كمان لشباب الاطباء او للناس اللي لسه داخلين الفيلد لازم وبيتعلموا لسه النوعيه دي من الجراحات. يبقى بس ابديتد، يحضر كل المؤتمرات الطبيه اللي بتتعلق بجراحات السنان، لان كل يوم في حديث. يعني كنا زمان بنعمل على بعد 2 متر كاملين في معظم الناس، ولقينا ان ده يعني بيحتاج لفيتامينز اكتر، ولقينا ان ده مش محتاجين ان احنا نستبعد 2 متر كاملين ليه يعني. فابتدينا نبقى في بعض الناس بنعمل 150 سنتي فقط، متر ونص بس. واحيانا في جراحات السكر ممكن نقلل كمان، يعني انا اصلا مش داخل عشان انزل وزن، انا داخل اعالج سكر، ممكن اخلي المعده ازيد شويه في 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 الحجم، اكل فيها بارتياحيه اكتر. النمره الثانيه ان انا ما اعملوش سوء امتصاص بصوره قد تكون ضاره لي، حتى لو في وزن كبير جدا مش لازم ان انا استبعد يعني جزء كبير كما كان زمان. طبعا عمليه تحويل مسار المعده المصغر لها طريقه، يعني هي مش لازم هي قصه معده واطلع وتلاقي. طبعا والله وبتتعرض في مؤتمرات طبيه، والواحد بيبقى مكسوف. يعني احنا بيجي لنا الواحد جراحين بتعرض حاجات عندنا في مصر، يعني بيبقوا جايين يعني احيانا بتبقى طريقه العمليه نفسها انت بتبقى مكسوف ان تتكلم يعني مع حد غريب وجاي يعرض حاجه انت مش مبسوط، يعني لان طريقه العمليه نفسها انت مش ساتسفايد بيها. وده احنا بنبقى قاعدين خلاص هنعدي الوقت وده اصحابنا وبتاع، فنعرفه بعدين ما نحرجش الضيوف، يعني ما نحرجش. طبعا عمليه تحويل مسار المعده المصغر لازم تبقى لها طريقه، يعني لونج نارو باوتش، معده طويله تمنع رجوع العصور المراريه لفوق، ما انت يعني هات اخرك في العمليه. استخدم دباسات اللي هي الفليكس، ما انت ربما يكون امكاناتك الماديه بتاعت العين ضعيفه فانت مش قادر تشد الدباسات بصوره مظبوطه، وتستخدم الدباسه الليجاسي فتلاقي نفسك مش عارف تدبس المعده بصوره. لكن في دبسات يعني دبسات فليكس بتديك انجليشن محترم، تقدر ان انت تعمل بيها اي حاجه، يعني تقدر تطول حجم المعده لو عايز تنزلها. والله العظيم انا يعني انت عارف حضرتك بقينا من كتر اللي انت بتموت نفسك في سبيل ان انت تعمل حاجه كويسه، انت بتستخدم دبسه الفليكس وتاخد على بعد 2-3 سنتي بس من البيلورس، which is يعني difficult جدا ان انت تعملها كروتين يعني في الحاجات. فدي مش صعبه، دي تفاصيل على فكره علميه مهمه جدا في العمليه نفسها. دي حاجه مش صعبه. في دباسات زي الدباسه السجنية بتديك انجليشن، ده يعني انجليشن بتلف كده يعني يمين شمال، دي متقدمه جداً. طبعا دي بقى تريحك في ايه، في انه تعمل لونج نار باوتش جميل. طب انا لو قصيت بالدباسه العاديه، لو تعمل معده بحجم مظبوط طويله اللي تبقى للمقاييس الصحيحه عن المعده دي، طب انا لو قصرتها، انا استخدمت دباسه مش مدين الانجليشن المظبوط زي الدباسات الحديثه دي، بتقص المعده انت تبقى قصيره، ويمكن عرضنا اشعه قبل كده ان حجم المعده اصلا قصير. واحد بيشتكي من عصاره مراريه بترجع في البق، طب ما انت عامل معده قصيره، اعمل سي تي فوليومتر هتلاقي المعده قد كده، محتاجه لعمليه اعاده مش هتتصلح بالعلاج. يبقى اذا في حاجات فنيه ربما الجراح يعني طبعا لازم يعملها باحترافيه شديده. طيب انا بعمل عمليه تحويل مسار معده كلاسيكي، انا مش عارف انا اعمل الوصله اللي هي العاليه عشان ما اعملش تنشن على الامعاء واقوم الخياطه تبقى صعبه، ويعني خلاص ما تعملهاش. لكن ما تعملهاش بطريقه، لو مش عارف تعملها ما تعملهاش خالص، عشان انت لو سبت هي عمليه تحويل مسار المعده الكلاسيكي، دي بعض الحاجات البسيطه يعني في حاجات تفاصيل طبعا كتير. تحويل مسار المعده الكلاسيكي هي قائمه على ريستريكشن، يعني تقليل كميه الاكل، يعني الباوتش بتاعتها ما ينفعش تزيد عن مثلا 30 مللي، 20 30 مللي اقصى حاجه. ما ينفعش بقى تلاقي باوتش او معده جديده حجمها 100 سم، فانت العيان اصلا لن يستفيد من انقاص الوزن، لان هي انت فقدت القيمه زي العمليه دي. فعلا دي مرسومه كويس جدا في الانيميشن، حلوه جدا، معده صغيره يعني ما بتعملش العيان مارجنال ألسريشن، لان طول ما طول المعده في تحويل مسار المعده الكلاسيكي بيعمل قرح في المعده، وبيفقد قدرته على الريستريكشن، لان هي مش زي تحويل مسار المعده المصغر، يفقد قدرته على انه يبقى ينزل وزن. هي طريقتها هي ريستريكتيف، هي قائمه على النقطه دي. لو انت على تقليل المساحه بتاعه الطعام، ريستريكتيف معناها ان انا بقلل محتوى دخول اكل. وحاجه كمان هي تقليل كميه المعده نفسها، بتفضي الاكل بسرعه جدا وتبقى مرتاحه جدا وجميله جدا. هي الطريقه دي هي مرتبطه بالصحه العامه للعمليه، لو ما عملتهاش انت كده فقدت القدره. تكميم المعده هي ليست تكميم،
انت ده انا هي حضرتك بقى عن انت حضرت عين كويس واخترت له عمليه كويسه، ما عندوش ارتجاع شديد، ما عنده قيمته كويس بال يدخل بقى المعده، ما تسيبش قبه المعده، ده ما فيش دبوس فوق ودبوس تحت، تلاقي المعده ملويه، ما يكونش في ضيق في المعده، في حاجات كتيره طبعا لا يمكن حصرها في حلقه او يعني، لكن في فنيات التكميم لحد لوحدها عايزه حلقات ان انت تعمل فيها، تحويل المسار المصغر محتاج فنيات يعني احترافيه، يعني 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 حتى الاورينتيشن نفسه بتاع الـ 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 المعده في تحويل المسار، انت ممكن تعمل عمليه تحويل مسار ولونج نارو باوتش جميله وتعمل وصله تويستد تقلب منها، هي طبعا انت ممكن طب وبعدين يعني الموضوع ده يعني محتاج، وبعدين العيانين مختلفين عن بعض، ربما تلاقي عيان سهل وزن 120 150 كيلو، طب وانت هتعمل ايه في وزن عيان 250 كيلو ولا هتعمل ايه؟ انا يمكن امبارح كان عندي عيان من ضمن العيانين هو كان وزنه 220 كيلو، والحقيقه كان بطنه يعني جدار البطن سميك جدا، ده كان العيان من ضمن العيانين اللي اتعملت في وادي النيل، كان اخته جايه تعمل عمليه معايا يعني. المهم قعدت اتذكر الحاجات، هو العيان بيبقى في هو والعيله بتاعته بيبقوا منتظرين ان الجراح يدخل، هي عمليه تحويل مسار بس جوست ان انا هيت اند ران ادخل اعمل عمليه، فكرته يعني بال 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 بالموقف ان هو كان في حاجه وكان عمليه ستراجلينج عضلات بطني يعني تخينه جدا، وانت بتشتغل في حاجه اسمها تورك، ان المقاومه بين المنظار والجدار البطن ده محتاج يعني تخدير رحلك البطن كويس، محتاج انت تكون محترف، الغرزه اللي تاخدها ما ترجعش فيها يعني، عايز خطوه يعني قدام. فطبعا اهله كانوا اهله كتير يعني وناس على فكره مهمه جدا وقاعدين منتظرين العمليه، يعني قالوا انت قلت لنا ساعه، طب هو ما ينزل في الاسانسير عايز له ربع ساعه وينزل عمليات ويتجهز قدامه نص ساعه. كام؟ هي خد هو ما خدش ساعه. لا وزن كام؟ 220 كيلو. 220 220 كيلو عايزين تحويل مسار كده. الاوزان المخيفه طبعا. لا في اوزان ثانيه فوق 300 300 عند 350 وفريق عمل بقى ده بتبقى هي خاصة. خطوات مرتبه، تخدير مرتب، خطوات فريق جراحي مساعد يعني مدرب، تقنيات حديثه، انت اي عمليه تعملها ما هي الوضع بس محتاج سيستم يعني، ما بقاش عندك اي حاجه يعني تقعد تفكر انت تعملها جوه العمليه، انت كل الحاجات كل الامكانيات عايزه عدسه طويله تكون موجوده، تخدير محترف ما يقعدش يشدد لك البطن طول الوقت، قصدي هي منظومه، اذا لو في حاجه منهم مش موجوده هتلاقي في طبعا حاجات يعني عكسيه هتتعذب فيها كجراح. سؤال اعلامي يعني، تحويل المسار عند الناس، عند الناس انا هو سؤال مش طبي، هو سؤال اعلامي عند الشعب، يقول لك ايه انتوا بتحكوا عن تفاصيل كتيره وتوصيله وقطع هنا وبعدين انا اخد المعده في ستيبس، فدايما العمليات اللي فيها ستيبس وفيها خطوات ودايما تقولوا ايه مش اي حد يعملها ده لازم خبرات، لا يبقى هي دي بقى خلينا في العملية التانية اللي هي ما فيهاش كل ده، ده معتقد شعبي عند الناس وفي دماغهم. طب يعني معنى كده انه النتيجة اللي هم واصلين لها يعني امنة قوي ولا نسبة الامان تختلف؟ فحتة نسبة الامان علميا ما بين تحويل المسار وتكميم 100% الاتنين سيف ما فيهاش حاجة خالص، هي نفس الوقت على فكرة هو تحويل المسار ما تفرقش حاجة خالص مع الجراح اللي هو المحترف ولا حاجة خالص، عملية بسيطة جدا هي يعني العادي الطبيعي خالص، ما فيش قلق خالص من الجانب التقني سيبوه علينا احنا بنعمله كويس جدا، انت بس يعني متابعة التعليمات، لكن الجانب التقني ان شاء الله ما فيهوش اي حاجة خالص. عملية تحويل المسار من العمليات سيمبل جدا جدا جدا، هي بس احنا طول الوقت بنتكلم على الظروف الملائمة لاجراء العملية، انت جراح محترف ومكان امن، المستهلكات الطبيه على اعلى مستوى، خلاص انت محتاج ايه يعني، ده عمليه تحويل مسار عادي اللي هي الطبيعي. اقصد انه المعتقد العام احنا برضو عذر الناس لان السوشيال ميديا والناس ما بتعرضش عليها حاجه كويسه خالص، انا عندي الجروبات اللي هي المتابعات بتاعتنا، عندنا جروب للسبورت كده بنتابع فيه العينين بتوعنا والعينين اللي مش بتوعنا، انا بشوف مقاسي يعني، الناس طبعا ما بتعرضش على الحاجه الشكوى بتاعته، فالناس ما بتشوفش الا الجانب المظلم اللي هو، وربما انت ما تعرفش العامل ده عامل ايه اصلا ولا سنه قد ايه ولا عامل عند مين ولا يعني يمكن الدبسات المستخدمه فيه كانت ايه ولا المكان اللي هو عامل فيه العمليه وهل التقنيه دي مظبوطه ولا مش مظبوطه، يعني طبعا احنا في عوامل متغيره كثيره جدا جدا جدا، ونبص بس للشكوى من جانب ان دي عمليه فيها شكوى، لا طبعا الموضوع ما يتقاس كده،
انت بس ثبت الخطوات، ثبت المكان، ثبت الاسلوب نفسه اللي بتعمل بيه العمليه، هتلاقي نتائج كويسه جدا. واسال الناس دول ايه الاخبار، يعني تلاقي ممكن هي يعني الجانب الكويس ما حدش بيعرضه خالص، هو الجانب بس الايه المظلم الناس بتقول انا. فما ينفعش ان احنا نقيس عليه، لان انا ما اعرفش تفاصيل كتيره جدا عن العيان، لا مكان ولا الجراح ولا المدبسات ولا يعني ما تعرفش سنه حتى. لو انا جبت في برنامج مش محترف، وده عامل مشكله، عامل مشكله لناس كتير، نموذج نادر قدر يخس مثلا كان 150 كيلو وبقى 80 كيلو، دي حاله نادره، دي مش علميه، مفيش حد 150 يقدر يبقى 80. معظمهم اصلا بعمل تكميم معده، حتى لو شفت عيانين من عندي بقى. ده في ناس انا عيانين من عندي طلعوا في برامج النوع الادويه، عيانين من عندي انا شخصيا، وبعتوا لي التيم بتاعي بعت لي الصور بتاعتهم. الله يسامحهم. يعني طب هتعمل ايه يعني، هو الفكره يعني. وعلى فكره يعني الموضوع ده مش بس لبعض المرضى، يعني في بعض المشاهير بتعمل الكلام ده. انا يعني مش لازم اتكلم في القصه دي، وبرضه بيرفضوا ان هم يقولوا ان هم عاملين تكميم. ايه المشكله؟ ده حاجه جراحيه علاجيه، احنا ليست حاجه تجميليه على فكره. علاج مرض السمنه المفرطه هو تكميم او تحويل مسار او جراحات انقاص الوزن بصفه عامه. بالظبط بالظبط. فالموضوع مش بالعكس، في نجوم كبار قالوا احنا عملنا، قال يعني قال ليه نجوميتهم. بالعكس، تنورتنا. شكرا. ضيف العزيز الخبره العلميه المتميزه والاسم الله مع في هذا المجال الاستاذ الدكتور كريم صبري، استاذ جراحات السمنه والمناظير بكليه الطب جامعه عين شمس، ومدير لوحده جراحات السمنه بمستشفى وادي النيل، وزميل كليه الجراحين الملكيه، كان ضيفي في واحده من ارقى حلقاتنا كعادته في الناس الحلوه. خليكم مع الناس الحلوه. انا من مشكله السمنه لحد ما وزني وصل 330 كيلو، ومن فضل الله ربنا كرمني بالدكتور كريم صبري وعمل لي عمليه تكميم المعده، بقى لي النهارده سنه واربع شهور وخسيت 200 كيلو. مش هقول لكم كميه ال 200 كيلو فرقوا مع البني ادم ازاي، من صحه وشكل وحركه ونشاط. كفايه الحمد لله كان عنده السكر راح، الضغط، ضربات في القلب، الرئه، كل ده راح بفضل ال 200 كيلو الواحد نزلهم. وهتستنوني بامر الله، انا جاي النهارده عشان اعمل عمليه شد الجلد والترهلات، لان طبعا لما نزلت 200 كيلو حصل ترهلات وجلد في جسمي. فانا جاي النهارده ان شاء الله عشان اعمل عمليه شد الجلد، واستنوني بامر الله بعد العمليه الجديده بشكل جديد.